عقد وزير الخارجيه سامح شكري لقاءات على هامش المنتدى مع رئيس شبكه الامم المتحده للحلول المستدامه ونائب رئيس مجموعه الازمات الدوليه، كما عقد عقد لقاء برئيس الوزراء وزير خارجيه مولدوفا، وتناولت اللقاءات في مجملها ازمه قطاع غزه وامن البحر الاحمر والاوضاع في السودان وجهود مصر من اجل احتواء تلك الازمات وايجاد حلول لها، هذا وقد اجرى وزير الخارجيه حوارا مع وكاله الاناضول التركيه.